هذا اليوم مثل ما بتعرفوا هو عن اتش بي ام اس، فحابة بس اعرف انه مين عم بحكي عنه. هلو، طيب اللي بيعرف عنه حدا شغل فيها او مجرب يقرا الكود او مجرب فيه؟ عظيم ولا طيب هلا اتش بي ام اس هي تنصرف على انها هي حجر اساس التطبيقات ضمن الحديث. مين اللي طلع من التعريف وقتها مدى ضبطه؟ حنشوف على مرة واحدة. أول شيء حنشوف شو المشاكل اللي مثلا بتصير عادة في قسم منا يمكن ورك ديفلوبر، بس اللي ما له ورك ديفلوبر فأكيد هو بيستخدم الإنترنت. فحدا شايف برنامج قبل؟ إذا مرة جربنا نفتح موقع على أوبرا فبيطلع لنا هيك في شغلة اللي هون ناقصة. أم ما بتحب الأوبرا بروح على حدا ثاني كمان بيطلع لنا هيك شغلة، هي عم زيها. سفاري كمان ما بيطلع. طب ليش؟ معناته فكرة بالمتصفح بحد ذاته، فكرة بشغلة ثانية هي ناقصة بالمتصفح. هي من موقع تيد بيقلنا شو هي المشكلة. المشكلة انه التيد اذا بتشوفوا هون في جيت لاتس فلاش بلاير. اوكي طب حلو، معناته في حل للمشكلة انه نحن فينا نجيب فلاش بلاير ونشغل الفيديو. نزلنا مش الحال، بعد فترة رجع بإيدي بده تحديث. طب ايه فوت على موقع ادوبي، بفوت على موقع ادوبي هون كسبت خاطر بقى كمان انه ادوبي هون يعني ما لنا يعني. طيب هلا قلنا انه في حل، انه احنا فينا نعمل انه نجيب فلاش بلاير ونديفولت بلاك ان على صحيح حمو، بس هو كلوز يعني هو بس احتكار لشركة ادوبي، ما حدا فيه يطور، ما حدا فيه يحل المشاكل. ومعروفة مشاكل الفلاشات قدام هي كثيرة يعني. كمان شيء مرة إذا حدا ويب ديفلوبر وجرب يطبق موقع هيك على موزيلا هاب أنا مطبقه عين الله عليه، بيفتح على الـ IE بيطلع هيك فكرة، يعني هي الجلطة محسوبة. طيب هي كلها مشاكل بتصير معنا سواء كانوا مستخدمين ولا إنه هدول مشاكل كمان كانوا مستخدمين. حدا في تحت؟ مشاكل كثير بتصير معنا بس في لها حل، هي الـ HTML5. رح نحكي كيف الـ HTML5 حل كل هاي المشاكل أو في طريق لإنها تحلها. هلأ خاصية بالـ HTML5 إنه هي حتقول باي باي للبلاجين. أول شيء حنشرح شو هو البلاجين حتى نعرف ايش رح نقوله باي باي. في عنا مصطلح عام اسمه الـ Add-on على المتصفح. هلأ المتصفح بيجي برنامج إله فانكشناليتي معينة، بس في شغلات ثانية هو ما بيساويها لازم نحن نضيف عليه. هلا هذا مصطلح الاد اون ما انا بحكي بالنسبه لموزيلا، ايه نفس المصطلحات والمصطلحات الثانيه. الاد اون هي الاضافات على المتصفح. هلا في لنا بيجي اكستنشنز مثل التول بارز بتنزل من مواقع معينه او شيء، هي بتقدر تضيف شغلات على المتصفح بحد ذاته يعني كشغل برنامج. اما البلوك ان هو اللي بينضاف لحتى يشغل شيء ضمن كود الصفحه اللي هو عم يفتحه. مثل مين؟ مثل الفلاش بلاير اللي شفناه صورته، مثل كويك تايم بلاير ومثل السيرفر بلاير. هلا عندهم اختلاف بيناتهم انه كل واحد من الشركه، فلاش بلاير من ادوبي، الكويك تايم بلاير من ابل، والسيرفر بلاير من مايكروسوفت. كلهم مجانيين بس كلهم سكرين. هلا ليش نحن بدنا انه نقيم هاي البلاد ان؟ هلا حنشوف شو هي المشاكل اللي بتعملها، ولكن الفكره انه بال HTML5 صار بكل بساطه اذا بدي فيديو ينعرض هيك ضمن الصفحة وفي له كنترولر ثاني، فهذا الكود تبعه فيديو على فيديو اللي شغل HTML بيعرف انه هذا تاج الفتح وتاج الاغلاق بكل بساطة. انا ما عم بكتب كود طويل عليه بجيب مين يشغل فيها او عاني من مشاكل الدمج. هلا لما بكون انا عندي انه الكود ضمن الصفحة حيكون هو اللايف، بمعنى انه انا ما عم بحكي شيء على المتصفح. هلا هون حنشوف فيديو صغير بيعرض شو الفرق بين اني انا اكون عم شغل باستخدام الفلاش بلاير. عم فرجينا كيف استهلاك السي بي يو هو فوق 30%. لاحظوا
هو بالبروسيس انه احنا عندنا التقالي لحال والفخ غير لحال. هلا هذا على نظام اوبن، يعني هذا البرنامج كنا نحكيه في التاسك مانجر، يعني البروسيس هذا مختلف. هلا حيقلب على HTML5.
وكمان الاستقرار لما بيكون انا عندي معيار عم تمشي على اساس صفحات الويب فانا بفرض انه هي لغه ما تتطور هلا هي ما لها سابقه فكان لا من شروط المعيار انه تستقبل كل شيء قديم وتطور الشيء الجديد هلا مثل HTML5 من شروط المخطوطة انه لازم توافر بالمعيار تبع انه هي تقبل ال HTML القديم وتقبل ال XHTML وكمان انه اذا اجى حدا ويب ديفلوبر وقف عند مرحله معينه فهو له حدا ثاني بيقدر يكمل بعده يعني ما كل مين عم يشتغل على كيف وهي هي الفكره الاساسيه من كل المعيار انه نحن عندنا قواعد معينه والكل عم يمشي على اساسها وهذا الشيء هو اللي حيسهل كل هالامور هلا اكثر جمله ممكن توصف هذا الموضوع هي انه ستاندردز ارنت ادمز تو ذا ويب زي ار ذا ويب يعني هي مو هيك شغله نحن عم نضيفها وانما هي لو ما كانت موجوده ما كان الويب موجود لك بالصفه الحاليه هلا هدول الفيتشرز الجديدة الموجودة بالـ HTML5 هلا الفيتشرز ما اجت هيك على بس ما حدا كان هيك صفنا وما لنا موضوع بتطور بالـ HTML5 حاجات الويب هي بحد ذاتها تغيرت احنا كنا قبل قل ما الواحد يشوف فيديو بس هلا صار كل سايت عم يعرض فيديو في كثير شغلات كمان يعني هلا سيمانتيك رح نحكي عليها انه يصير المتصفح عنا اكثر ذكاء يصير يفهم الكود اكثر في دعم للصور للجرافيكس للانيميشن في دعم للفيديو في دعم للستوريج هي شغله كثير حلوه كمان انه اجت مع HTML5 انه انا لما بفتح فيديو عاده سكرت البراوزر راح الفيديو بدي ارجع هلا حتى لو سكرت البراوزر ما انا عندي قدره ترجع من الكاش تبعي اني اقدر اشوفه وشغلات كثير رح نحكي ان شاء الله بالتفصيل التقني بس في الاول بدنا نعرف كيف المراحل اللي هي بلشت فيها ال HTML5 نحكي شوي عن حتى نحكي عن مراحل تطور الاشتغال فايف وبالاخر مراحل اللي ادت لنزول الاشتغال فايف لانه صراحه الاشتغال فايف صار في اول شيء هيك اختلافات بين ما ودت دبليو في سي تطورها اشتغال فايف اول شيء اقتراحت الاشتغال فايف هي شركه اوبرا في اوبرا هي اللي اقترحت الاشتغال فايف هي اول شخص لمس حاجه لوجود تجديد معايير لتجديد لغه HTML لانه صار في ضوابط صار في حاجات جديده مثل مثلا الشركات الاجتماعيه صارت تختلف عن المواقع الجغرافيه لوكيشن لديت تايم تقل هاي التقلات كانت موجوده ضمن لغه HTML5 فهي سهل كثير في 2004 بالاجتماع تبع ال WPC اتفقوا موزيلا شركه اوبرا انه هن يقدموا هذا الاقتراح اللي هو بدء مباشره بتطوير ال HTML4.1 اللي يصير في تحدث في HTML5 ف W3C رفضت هذا الاقتراح لأن W3C كانت يوميتها مهتمة بتطوير مشاريع ثانية وكان كل عارفنا هاي المشاريع W3C كان مثلا عندها XHTML1 فمثلا شركات الموبايل اللي عم يصنعوا موبايل واللي عم يصنعوا براوزرات للموبايل فونز بيعرفوا كثير XHTML1 لأن XHTML هي لغة صايمة يعني مو مثل HTML HTML مثلا إذا نحن فتحنا تاج بودي خلاص ما في داعي سكر بينما الـ XHTML لازم نسكر هلا هاي جزء ما كثير تنتبهوا عليها انه والله شيء مهم بس هي الحقيقه لو بدي ابني انا انجن خايف متصفح بحيث انه يعمل ميدن للـ HTML هي عمليه تستهلك من الـ CPU من الرام تستهلك من مواد الجهاز اكثر من الانجن اللي راح يعمل ميدن للـ XHTML1 XHTML1 اكثر صعب بيضل يا يعني اما الكود يكون صالح يا اما مش مطلع على الصفحات فما عجبهم هذا الكلام لاوبرا وموزيلا فهن راحوا قلقوا سووا جروب لبحث في HTML5 اسمه What's Your Web Hypertext Application Technology Working Group هن سووا بالاشتراك مع ابل عجبتها فكره HTML5 بالاساس لانه هي راح تطلع على الفلاش وستيف جوبز ما كان يحب الفلاش وكان بيطلع على الشحن هلا كمان انه سياسة ابل لا معادية لسياسة شركة ابل بدها تقضي على الفلاش بلاير فهنا موزيلا واوبرا وابل صاروا اسسوا الوات وركينج جروب اللي كان هدفه الاساسي اول اساسي محمد هو تطوير اتش تي ام ال 5 هنا كمان دعوا مايكروسوفت دعوا ايريك ويلسون اللي هو كان لا زال مصمم
اسم هاي التصميم من ثلاث اسبوع بس ما خاض منه طيب. بعدين انضموا كذا شركة مايكروسوفت انضمت غصبا عنها ل 2007 ل 2007 دبليو 3 سي مع نشاطة التطور التقدم الكبير اللي حققته الوات وركينج جروب ال HTML 5 عجبهم الشركات المقاولين ال دبليو 3 سي عجبهم مشروع ال HTML 5 وقالت ال دبليو 3 سي تتبنى وبالفعل بنته وافقت الوات وركينج جروب انه هن يعطوا يعني يقصوا الوركينج جروب اوفر انه يقصوها لل دبليو 3 سي والدبليو 3 سي كمان صارت هذا الشعار شعار متصل دبليو 3 سي بالناس هذا الشعار هي الدبليو 3 سي حتى يعني كل الشعارات مو بس هذا الشعار شعارات انا بشوفها بعد شوي كلها متصل دبليو 3 سي شعارات تشتري منها خمسة هاي بس نقطة صغيرة حبيت كمان يعني كيف سيرة الخناقة عن جد اللي صارت بين فلاش وشركة ابل وشركة ادوبي لانه عن جد يعني حتى الصفة يعني هاي الاسم الصفة انه Apple vs Flash for Dummies when large corporations fight like children شلون عن جد ستيف جوبز كتب ب 2010 كتب يعني حاضرة كاملة انه هو شلون انه ما عاجبه الفلاش بلاير وما عاجبه شركة ادب كلياتها يعني خلاص ما خطط هاي هي اللي حكايه فيها بس هلا نشوف شلون التصحيحات تبع مين المتصحيحات الاكثر شو مستوى لعم التصحيحات ال HTML 5 لانه بصراحه ال HTML 5 ما اكتملت ما وصلت للتطور الهجوج حتى يعني دبليو 3 سي نفسها بتقول انه ال HTML 5 ما راح تكتمل قبل عده سنين يعني ما راح توصل للتطور بعد سنين هاي اصلا احنا ميزات ال HTML 5 ال HTML 5 سموها لايف ستاندرد الكل هي اوبن فالكل يسمو يشاركوا التطوير صراحه هاي الصوره بتوصف دعم المتصفحات لحد ما لل HTML 5 لأنه الكروم هو أكثر متصفح دعم لل HTML 5 وجماعة جوجل يعني كثير مهتمين لل HTML 5 حتى هن اللي كانوا اليوتيوب بيدعم لل HTML 5 مع إنه اليوتيوب لجوجل سفاري كمان دعم لل HTML 5 بشكل ملحوظ وشركة أبيع تشتري هذا الموضوع والفايرفوكس ماشي حاله يعني 2 بس شركة مايكروسوفت من ويندوز 8 انت سيبوا عشرة بينزل مع ويندوز 8 راح تدعم HTML 5 كله بشكل كامل يعني راح تهتم فيه بشكل كلي وراح تلغي السيرفر لايك يعني بالمترو ستايل لانه ويندوز 8 فيه نوعين كمستخدم فيك تستخدم ويندوز 8 عادي فيك تستخدم مترو ستايل هيك شغله حلوه واجهه نوم مثل سلايد شو فبالمترو ستايل ما في سيرفر لايك كله HTML 5 هاي الجدول احدى السيرفر لايك بعدين تقريبا قول بيعرض انه كل متصفح شو هي ميزات HTML فهنا من ميزات HTML او تقنيات HTML5 الجديدة اللي بتتيحها فلاحظوا انه الكروم اكثر شيء دعم تقريبا فايركس ما بقى بس بدي اسوي هذا صراحة انا حابب احكي عن اليوم عن التقنية اللي هلا في التقنيات حابب احكي عن ورك سوكيتس وورك وركرز وستورج انا عن جد انا التقنيات يعني أنا لقيتها بأنه عن جد تقنيات رهيبة بالـ HTML 5 كثير بتساعد شوي على الـ HTML 5 هي مو لغة عرض يعني هي مو مثل HTML بس تاجات مجرد تاجات وخلص ومستتب لا هي الحقيقة HTML 5 تقنية يعني هي بتتضمن إضافة للعرض هي HTML 5 بتهتم بمدرجة ضمنها الـ CSS و JavaScript يعني هي عبارة عن لغة عرض لغة أو بالأحرى لغة صفحة الإنترنت يعني لغة داتا وصفحة الداتا ولغة عرض يعني إنه تعطي مظهر للداتا وكمان تعطي حركة لصفحة الإنترنت اللي عن طريق جافا سكريبت أحد ميزات الـ HTML 5 هي إنه أنا فيني أعمل اتصال بواسطة آلات HTML 5 مع شوية كود جافا سكريبت أنا فيني أفتح اتصال مع أي اي بي اي سيرفر او اي بي حتى لو ما كان سيرفر مثلا انت اتصال بيني وبين باسل مثلا ونفاد المقارنه وياه بنفس اللحظه يعني هو عباره عن اتصال فول دوبلكس يعني لا يعني نفس اللحظه انا فيني ابعته وهو فيني ابعته كل شيء تمام شيء كثير حلو وخارقه بس بواسطه التاجات والباس شوي شغلات كثير ولا
مثلا هذا مثال مثلا انا محدد اللوكيشن اللي بدي اتصل فيه ريكوست كونكت مثلا هلا ما اعطي السيرفر طب هذا الريكوست كونكت اتصل فيني اكتب هون انا اكتب التكست اللي بدي اياه هذا مباشره من بعد بيرد علي السيرفر بيرد علي هو اللي بنفس التكست فهي هي ميزه يعني سهلت كثير هاي ميزه سهلت كثير ما عاد في ما في مجال لا يعني ما في داعي اني انا شفت تعقيدات كثيره ما في داعي تعقيدات كثيره للكود او مثلا اني مثلا برنامج يعني مثلا هلا هي ميزه نقطه راح تسهل كثير بالويب ابلكيشنز اللي راح تنبنى عليهم الكلاود كومبيوتينج اذا حدا شاف الكلاود كومبيوتينج فالويب ابلكيشنز مثلا ما في داعي يكون عندي برنامج عندي على الديسكتوب انا اتصل يعني شغل برنامج على الديسكتوب مثلا لا ببساطه انا بفتح الموقع بفتح موقع البرنامج بفتح موقع الكلاود الشركه اللي انا مسؤول عنها تبعت اختار الابلكيشن هذا وتبعت لي اياه فهون مثلا صار في مثلا اخذ مثلا فوتوشوب صار ابلكيشن مثلا انا بصير وانا انا هذا على الصوره انا من بعد انه انا مثلا كبرت الصوره زي الصوره هو عم يحفظ السيرفر عم يحفظ شو عم يصير لايف وقت صار حتى تطوير ويب ابلكيشن شغله كثير سهله هلا كمان ميزه ثانيه حلوه كثير من ميزات ال HTML الميزات اللي بتيحها HTML5 هي ميزه الويب وركرز اللي هي صراحه عن جد بتحسن الاداء بشكل يعني الويب وركرز هي عباره عن انه انا بواسطه كود جافا سكريبت نفسه انا ما في داعي نفسه بنفس نفس العملية اللي عملتها سيوم في الصفحة فأنا مثلا أكيد كل هاتون إلا ما هيك عملتوا لود أو عملتوا شيء صفحة كثير هيك فيها جافا سكريبت كذا تعلق الصفحة بالأخير فقط لحد ما خلص تنفيذ جافا سكريبت بعدين بدي أشتغل الصفحة بعدين عم طالع بعدين بشتغل هلا هيك عم هيك هذا سبب تعليق هذا إنه جافا سكريبت هي اللي عم تتنفذ بنفس الفريت يعني نفس العملية اللي عم تنفذ فيها اللي عم تحرك فيها الصفحة الحالة اللي عم نفذ جافا سكريبت ما عاد أحسن بس مثلا زرت الوقت عندي الصفحة هلا الويب وركر بتخليني إنه لا أنا فيني أعمل ثريد للجافا سكريبت يعني عملية جافا سكريبت صارت عملية متصفح نفذ متصفح عملية ثانية فساعتها وأنا عم نفذ كود الجافا سكريبت لسه فيني أعمل مع متصفح شنو ما بدي في مثال مثلا إنه خيرا
هلا انا صراحه دخلت البيت ما عم لا ينفع ينفع لا ما كمان في كثير حلو HTML 5 واحدا مثلا انا اذا هيك فتحت على شيء ويكي وبلشت حوالي وكتبت كثير بالتكست اديتر تبع ويكي كتبت صفحه كامله مقاله كامله بعدين راي كذا انفصل مثلا فجيت بس اقرا
كمان ميزات كثير ميزات كثير ميزات 3D وجرافيكس كثير ميزات بتيح على الاشياء الخاصة صراحة لأنه يعني أهم متطلبات اليوم الحديث هو الجرافيكس الفيديو هاي الشغلات فبتيح كثير ميزات وصلت التاج الجديد اللي تحته اللي هو الكانفاس صراحة يعني الكانفاس هي عبارة عن لو عشان صار فيه اللي بدك اياه فيك تعرض عليه فيديو تصرف عليه فيديو فيك تصرف عليه برزنتيشن فيك تعمل اللي بدك اياه فيك حتى يعني فيك انه تعرض عليه صور لان كود اوبن اي كود ويب جي اي صار فيني انا اعرض 3 دي جرافيكس بالمتصفح وصلت ويب جي اي مثلا لأنه بالنسبة له هو ديك نفس الشيء بالنسبة لتاجي بي إن
انه هو فقره ما راح يقدر يكتب المعلومات اللي ضمنها يشوف شو هي. هلا صار في عنا هيك لاعداد جافه للفيديو للنافيجيشن للاستايل هذا كل وحده طبعا لها شغل. في صوره توضح اكثر هذا الشيء. عندي الهيدر والفوتر ما اعرف كل واحد شو هو، يعني اعرف ان الفوتر بيكون للكوبي رايت اللي هدول الاقساط، الهيدر بيكون اما اعلانات او اسم الموقع او هدول المعلومات. النافيجيشن هي للينكات، الاسرائيل اذا بحط انا اعلانات كمان او بدي حط مثل ما هلا الشبكات الاجتماعيه بيسرعونها بتبع بيطرحوها علينا هدول الخيارات. في كمان عندنا بقلب المحتوى في عندنا سيكشن، هلا كل سيكشن كمان ممكن يكون لو هيدر فوتر هيك هلا وصف، يعني مو هيدر بس انه هيك تبع الصفحه الفوتر تبع الصفحه، لا انا اي قسم زياده صفحتي صرت قادر اتحكم فيه كسيكشن لحاله. هاي كمان انه شغل ابلكيشن في عنا البروجريس بار صار كمان تاب، في عنا الميتر الوحدات القياسيه صارت لحالها تاب، في عنا شيء اسمه صار سمري وميتر، في عنا شايفين هاي البي ام دبليو الاوتو سيف، يعني انه خلص انا مجرد ما كتبت له في انه قبل كنت كاتبت له شغله انه بي ام دبليو صار لحالي يفوت انه ممكن هيك انا هيك كاملها والداتا اللي صار لهم. هاي داري كان في عنا شغل اسمه سلكت لو تذكروا اللي شغل الشابة هلأ هي بتفرق عنا سلكت كانت عنصر بحد ذاته انه انا ممكن اعمل دروب داون منه وكل عنصر انه له قيمة له اسم. هلأ هون لا هي داتا ليست هي مثل انا عناصر حددتهم اعطيتهم اي دي اللي هو مثلا هون براوزر فصار فيني اربطها باي عنصر ثاني ممكن بالتكست بالانبوت يعني اللي هو تكست فيلد انا مجرد ما حطيت له ليست براوزر صار لحاله صار يروح يشوفها فانا هي عملتها خلص صار فيني استخدمها مع اي عنصر بدي اياه. في عنا كي جنريشن هلا هي لسه ما كثير مستخدمه يعني لسه ما انه تطورت بالشكل فظيع بس انه هي فكرتها انه هي بتعمل اوثنتيكيشن بين الكلاينت والسيرفر انه انا بخلق مفتاحين مفتاح بابليك ببعث السيرفر ومفتاح برايفت بيبقى عندي فانه عشان يبقى التواصل ايدنتيتي يعني بيني وبين السيرفر. وفي عنا الاوتبوت هلا ما رح اعرف هيك انا اخترت شغلات بسيطه عشان ما نتلخبط ما حد نتلخبط. هلا شوف كيف الاوتبوت هو اللي بعده بيساوي عنصر الاوتبوت حكينا عنه مجرد ما انا عم حرك هون صارت العمليه الحسابيه عم تصير لحالها. هلا اذا نشوف صورة هاي الصفحة بس مش عم نشوف قد ايه هو بسيط وهي كله عبارة عن سطرين عندي input type range اذا شايفين نفس السطر الثاني عندي input type number هلا الرينج هذا اللي كان عم يروح ويجي والنمبر هو اللي عم يطلع للداتا والاوتبوت هو العنصر اللي عم يعرض النتيجة. الانبوت تايبس كمان هي شغلات كثير طلعت جديده تاجا كنا اغلب يعني احيانا نستخدم انه تكست فيلد ونحن نقعد نعالج فيه اذا بتتذكروا الايميل كنا نعمله ريجولر اكسبريشن بعدين نعالجه ممكن بالبي اتش بي مثلا بالبيت ماتش او شغله وقصه يعني طويله عريضه وعاضله بالذات نشي قرنه وحطها هلا هذا كله صار انه جاهز عادي حنشوفها نستعرضها على السريع كمان في تيست. هلا هي الايميل، الايميل لحاله صار يفهم انه لازم في شغله شغله دوت شغله. فهلا اذا نجرب انه نحط له صيغه منيحه لحاله السبميت بيعطيني، انا ما معالجه شيء هلا بنشوف السورس تبعها. اليو ار ال كمان صيغه اليو ار ال، النمبر صار في له نوع لحاله، الرينج انا بحدد له من وين يروح لوين يجي، الكلر كمان صار انبوت تايب، الديت يعني احدد انه انا شو بدي ادخل ديت كامل ولا مانس ولا ويك ولا شيء قصه التايم كاونت. هلا اذا بنشوف السورس عشان تصدقوني انه شغله كثير بسيطه شايفين بس انه مجرد انبوت وشو هو التايب تبعه. وطبعا في كثير انه في كثير شغلات انه اتحكم فيها بس انه انا اصير بس هلا شو هي الاتريبيوتس الجديده؟ في حدا عنده سؤال او شيء؟ هلا انا عملت الانبوت
في الانبوت يعني وحددت شو نوع شو هي الاتريبيوتس اللي بدي صار في نضيف عليه الاوتو كومبليت هي اللي شفناها تبع البي ام دبليو انه صار الحاله خلص بياخذها يعني يفهم انه انا نقاط هون في يمكن كانت شغله بلش بيدي فبيكمل الاوتو فوكس كمان مجرد ما تلودت الصفحه تلودت قدام تفوت انه بال يعني تصير انه فوكس على هذا الفيلد الفورم هيك كمان شغله كثير حلوه انه انا ما عادت مضطره انه بين الفورم على الفورم تابي حتى تابي الله حط كل الانبوتات اللي عندي ممكن حطيت حدا ابنه ثانيه بس انا بدي اعطيه انه ينتمي لهذيك الفورم يعني صار عندي فورم هون كانت تكتب جاهزه جيت عملت انبوت يا ينتمي لهذيك الفورم فانا مجرد ما قلت له انه فورم هو الايدنتي تبعتي واضحه الفكره هاي؟ انا ما كنت الفورم اوفررايت هيك هون صار كثير حلوة انه صار فيني انا عن طريق زر السبميت هدول الخاصين بالسبميت غير واحدة من الاتريبيوتس تبعات الفورم هلا احنا كان عندنا الاكشن هي الصفحة اللي بدك تروح عليها بالعالية الميثود الطريقة جيت ولا بوست والتارجت وين تفتح الصفحة كانوا ثابتين انه خلص انا حددت هيك فورم هي ميثود جيت فخلص جيت يعني ممكن شوي ثاني قضية هلا بهي الخاصية انا صار فيني انه لا بدلها ممكن اعمل فورم مثلا لتسجيل بيانات شخصية في عندي موظفين في عندي ناس بتيجي من برا في عندي مانجر هلا هدول كلهم صار فيني مثلا احط لهم نفس الفورم انا حددت انه اذا كبس هذا الزر يعدل الميثود يعدل الاكشن انه تروح على صفحة التخزين او المعالجة الخاصة بالمانجر سوري الثاني كمان المستخدمين العادي مثلا يفوتوا عن طريق الفحص الهايبر ليست هي عادية ليست هي اللي حكيناها انه انا عندي داتا ليست فصار اي عنصر فيني انه اربطه فيها المين والماكس والستيب هذول صحيح في مالتيبل انه تاخذ اكثر من قيمة البطل هي بدل الريجيلر اكسبشن صرت انا يعني ضمن نفس الصفحة اللي قاعدة فيها من غير ما اروح ابعتها لمعالجة ثانية صار فيني انه احدد لها البطل تبع باتش يعني ريجيلر اكسبشن ها؟ ما حدا يعرف؟ مين بيعرف مين هو يعرف؟ هحكيها ببساطة انه هي بس البترن يعني مثل الايميل الايميل هلا ما حدا بده يفوت تدخلي بس اسمه غير انه ايميل لازم يكون كذا اسم الموقع بالضبط هذا البترن العام يعني الصيغة العامة له فصار فيني اعالجها هون قبل فيني اعالجها بطرق ثانية اطول شوي البليس هولدر هي كمان هنت انه مثلا تكست فيلد فانه بتخلي المستخدم يعرف انه هو شو ممكن يدخلهم فحط له هنت الريكوايرد كمان هي النجمة اللي كانت كثير غليظة معالجتها كمان قبل انه والله دخلي هذا الفيلد ولا ما دخله يكون 100 مرة بعت لي الصفحة وبرد برجعه لا هون خلص انه هذا الفيلد ريكوايرد ما بيقبل السبميت اذا ما دخله هي اللي عليها النجمة الفيلدات الضروبية الاوديو نفس حكي الفيديو تقريبا يعني كمان الاوديو ما كان يشتغل غير من شغلات ثانية هلا صار انه نفس الصفحة مثل ما شايفين اوديو على اوديو الكنترولز هي لطيفة هدول الكنترولز تبع البلاي والستوب والتوقيت وكذا والشغلة الحلوة انه صار في عنا شغلة اسمها سورس انه انا فيني احط اكثر من صيغة كل متصفح بقى الشيء اللي بيدعمه لحاله شغله هلا هون بنشوف الاوجي جي هيك تبعت الابرزر بتدعم فايرفوكس واوبرا وكروم بينما الام بي 3 بتدعم الاي اي والسفاري فانا يعني ما عاد عندي انه والله متصفح يفتح متصفح ما يفتح صار فيني احدد له انا اكثر من سورس وكمان في يعني بفرض انه ما حيفتح شيء بالمره فحط له جمله انه انت براوزرك ما رح يفتح بس الفكره الجديده هون هي انه الاوجي عم يشتغل ضمن البراوزر يعني ضمن الكود اصلي انه صار مدمج الفيديو نفس الحكي راح ارجع عيد يعني كمان انه دعم لاكثر من لاحقه هلا رح نشوف هون تيب هلا هذا على صفحه كان يشتغل بس اللي وقت مش مشكله هلا فرجيكم السورس مشان انه شوف قد ايه بساطه شوفوا انه لما كنت بدي اعمل فيديو بالفلاش قد ايه طويل بينما بال HTML5 رح فرجيكم فيديو مشان نشوف شو التأثيرات اللي كان عم نحكي عليها ظاهر بس فينا نضيف تأثيرات جديدة عليه
I promise you that if I ever got any information about your dad, مصحح كانت انه عندي علاقه بهذا الشغله
وهذا كمان مشروع انه عم يتطور حلو على الجيتوب هي شغله يعني كمان عشان نعمل ريفرنس للمحاضره اللي قبلنا اللي راحت على تشاتر وما حيعرف شيء الجيتوب هلا هاو تو ستارت بفرض حبيت الجواب حبيت تبلشوا كيف تبلشوا هلا طبعا اول شيء يعني انه احنا ساعدنا لكم كثير ثاني شيء عرفتكم على فكرة مثل ما قلت لكم 2022 للقصة اللي هي عن جد صرعة عن جد نحن عظماء ونحن اللي عم نقدر بس نحن لا عرفتكم بحكية يعني هذا صار يعني أنا عملت أول شيء لما بيعرف أكتشاف الفايت إذا يقدر فائدة فإذا قدرنا نوصل الفكرة حتى لو ما اخترعت فيها بس مو بتعرف انه في شغله اسمها HTML5 يعني بتروح تدور عليها لحالكم بعدين بتسمعوا فيها وانتوا احرار بس انه خلص بس سمعت فيها صرت تعرفوا شو هي ف شو هي؟ بفتح هلا ويب سايت انتربيتر WCSBOOT طبعا اسهل موقع احلى موقع لاي حدا حابب يجرب بيقسم شابترات وبتنشوف كل الخطوات HTML5 Rocks هاد هدول السلايدات كثير حلوين اللي كانوا عم يعرضوا منها طاهر هدول على فكرة كلهم صفحة واحدة معمولة بالـ HTML كيف كان عم يروح يرجع بنفس كلها هي صفحة واحدة بالـ HTML5 في أبل كمان بيقدم هدول كثير حلوين في هدول الفيديوهات ليندا طبعا مش عم تنقلوا لينك هلا بنحط لكم السلايدات على الجروب تشوفوهم أي كويشن؟ الفكرة واضحة لدرجة ما بدها أسئلة؟ أهلي بس خصوصا أنا خير شو بسألك؟ هلا الـ HTML 4 مثلا كانت مثل ما حكيتنا عن الداتا فأنا اللي شايفه إنه HTML 5 هي لغة يعني إنه هي شيء محدد بس خود هذا مشان تشتغل فيه فالفكرة إنه في كتير شغلات كتير ظريفة غير HTML غير HTML أصلا يعني مثل XML XHTML وهي قصص فشلون يعني شوفيني أنا شلون فيني استخدم هاي التقنيات مع بعض وهل HTML5 بتأمن شيء جديد مشان نستخدمه سوا ولا شفتوا هاي شيء؟ هلا HTML5 بنوع شفتها هي دمج للتقنيات يعني HTML بنوع سكريبت وCSS لأفضل إنه هي بس إنه لغة أو شيء بالنسبة لربطها مع التعليم هلا هو كونه في معايير فأكيد يعني حيكون في هلا مثل ما حكينا بالمعيارية إنه أنت لما تطلع شيء جديد فلازم يتوافق مع الشيء الجديد وتقدر تبني عليه شيء جديد أنا ممكن أعقب على نقطة تبع يعني هو لها لا بس على أساس أنا بشكل سريع مين أول ما بيفتح الكمبيوتر بيفتح الإنترنت؟ إذا ملاحظين أنتوا كلكم طيب هلا الفكرة إنه دائما كل ما بتشغل الكمبيوتر أنت بتضيع وقت كثير حتى تكبر الزر إذا كنتوا على ويندوز تكتب أوس إبدأ بعدين تكبس البراوزر الثنائي بتفتح طيب ليش ما يكون البلاتفورم الأساسي هو يعني البلاتفورم الأساسي اللي بتفتح عليه هو الويب هلا هي الفكرة هي جزء هي أحد النقلات هي أهم يعني هي النقلة المستقبلية تبعت الـ HTML يعني على سبيل المثال في الواجهة النصية الواجهة الرسومية تبعت لينوكس اللي هي جنوم 3 حيصير مكون حتصير مبنية باستخدام الـ HTML5 يعني حدا منكم مجرد مثلا يعمل تصفح براوزر بـ فول سكرين بحيث انه ما يشوف شيء غير الويب الحقيقه هذا هو المستقبل فالفكره انه يعني حتى مثلا محمد كان محمد السلوان قال شغله بضحك انه بجوز المعالجات المستقبل تصير انه الاسمبلي تبعه الاتش تي ام ال 5 انه خلص انت بس بكفي عندك معالج خلص بتتصل الانترنت بعدين بصير بقدر يفسر فهذا هو الاتجاه الكبير انه يصير كل شيء نحن نقدر نمزجه من خلال الاتش تي ام ال 5 لا بالنسبة للتصفح اللي صار أسكر فقلتي إنه في ID footer و ID footer كذا فلازم أنا التزم بهي الأسماء إذا أعطيت أسماء جديدة للـ ID شو بصير مثلا footer إنه أصل الـ footer صار تاب بحد ذاته صار فيك تفتح تاب اسمه footer ما عاد بيف قلت أنا قبل إنه كنا نعمل بيف نعطي ID footer ID هذا هلا لا صار عندي هذا سري طيب هدف على هدف بالنسبة للداتابيز انه صار فينا نعمل كريت داتابيز الدي بي هي اللي سويتها ليش هي بتصدر اس كيو ال فايل بحيث نستفيد منها غير مثلا مثل ما اس كيو ال لا بس اكيد بتبلغ فكرة بس تكون داتابيز على الاقل اكسبيرت
ليش نحن مصرين انه نبلش فيها هلا؟ هلا هي كنت هلا بدي احكي عنها، انه هي الاصل الـ HTML5 هي لايف ستاندرد، يعني هي مو معيار جاهز انه خلص المنظمات منظمة الـ W3C بتقول انه خلص هي HTML5 مثل HTML4 مثلا وخلص هي انتهت. لا، هي الـ HTML5 هي يعني حتى الميزات الاساسية اللي فيها انه هي اوبن ولايف ستاندرد، يعني دائما في فيدباك لعند الـ W3C انه شو في متطلبات جديدة للباب الحديث وخلاص من كل في سي طور HTML5. فصراحة يعني طوروا هذا التطوير HTML5 لأنه أصلا يعني هو ما في أصلا إنه يتسكر التطوير، يعني منظمة Working Group و W3C ما عنده نية إنه يكون في ناحية نهائية HTML5 مثل HTML4 وخلاص بعدين يطور شيء ثاني، خلاص HTML5 بتكفي. حسألكم سؤال، أنتم كانوا تور ديفلوبرز، إذا أجاكم موقع وطلب منكم تسووا الموقع بس انا بصرح انه مشان ما يصير حوارات شخصيه ان شاء الله ممكن كمان يتحول هاي النقطه على المجموعه من القوانين اللي بس ما في بيطلع على انه في اختلاف شوي صغير بين W3C والWorking Group بخصوص ال HTML5. كل واحد يعتبر ميزات معينه من ال HTML5 ومو من ال HTML5. فمثلا W3C خلص من ال HTML5 هي محدودة بميزات معينة، هي هذا الطبيعي من HTML5. نحن بس نحقق هاي الميزة، نحن بشكل كامل خلاص هي وخلصنا من تطوير HTML5. الوقت ممكن يقول لا بالعكس، عندنا إنه كل نسخة جديدة كل فيش ميزة جديدة تطلع يحطوها، فهي هاي يعني هذا منتهى طموحهم من HTML5. يعني ما عندنا مثلا نسخة بعد HTML5، كل شيء جديد هو HTML5. الكود اللي كتب هون هو جافا سكريبت اللي عملنا عليه كويري للداتا بيز، جافا سكريبت ولا HTML5؟ لا هو جافا سكريبت، ما نحن قلنا انه هو HTML5 عمليا، لما HTML5 مو لغه عربيه، HTML5 هي فيها جافا سكريبت، هي تتضمن هي تقنيه تتضمن جافا سكريبت والسي اس اس مو لغه عربيه. كيف فيه يقول هذا جافا سكريبت ولا HTML5؟ لا هو HTML5 هو نفس بعض، هو نحن نفس بعض، هو جافا سكريبت، هو كود جافا سكريبت. احنا مو هدفنا انه شيء انه نطور المقائق ولا نطور المحاضرة تقولنا وانتو بعدين تطور هيك من المقائق، يعني احنا اي حدا هون بيقدر يفيد حدا تاني. لا يعني بجوز في بيناتكم اساتذتي انا هنا بيعلموني، اكيد احنا حبينا نعرض هالتقنية قدامكم لانه احنا شوي يعني قرينا عنها،
بس اكيد انتم كمان عندكم شيء بتقدروا تقدمونا يعني. فان شاء الله يعني احنا خلال الاسبوع كمان لورا انه فينا نشكل شبكه انه نعلم بعضنا البعض ونضيف لينك اوت. ان شاء الله نحطكم السلايدات وكل المواقع هيك الظريفه اللي فكشنا فيها يعني احنا عم نحضر نعطيكم اياها وانتم كمان يعني ان شاء الله نلاقي تفاعل منكم ونتناقش ان شاء الله. واعذرونا اذا هيك كان في لعبه يا شباب ما بتصير.